صرح محافظ مهرجان وهران للفيلم العربي إبراهيم صديقي على هامش ندوة صحفية تقييمية بمنتدى الحوار على أن القطاع الخاص يلعب دور كبير في إنجاح المهرجانات الجزائرية على اختلافها. كما ألقى صديقي اللوم على المسيرين الخواص الذين لا يساهمون في تمويل هذه التظاهرات الثقافية التي تعتبر مكسبا كبيرا لهم. ميكروفون سارة برحور. ببعض العتاب واللوم على كثيرين من القطاع الخاص الذين لا يرافقون ثقافة في شيء، يعني مهملة تماما تقريبا في من حسابات القطاع الخاص. أنا أقول أشكر أيضا القطاع الخاص، بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تقف مع الثقافة موجودة، ولكن الأغلبية للأسف لا يهتمون. وأرى أنا في المسألة أنه علينا أن نبقى نسعى لإقناع القطاع الخاص للمشاركة، لازم يشارك في العمل الثقافي، ولازم يفهم أيضا القطاع الخاص ما يمكن أن يجنيه من ثمار حميدة لما يتعامل مع الثقافة. كما أكد إبراهيم صديق على أن الذين يطالبون بالاستفادة المداخيل وميزانية القطاع الثقافي وصبها في قطاع آخر لا حق لهم، خصوصا وأن هذا القطاع يعاني من التقشف. سارة بالحور. الشيء الخطير في المسألة أنه يقولوا لمن يقول الأصوات التي تقول أنه ميزانية الثقافة والتنشيط الثقافي لازم تروح لقطاعات أخرى. أنتم تعرفوا للمالية، قانون المالية، ولكل قطاع سهمه، ولكل قطاع إمكانياته اللي تتحدد في اجتماعات طويلة لمجلس الحكومة، ثم مصادقة لمجلس الوزراء، والأمور مدروسة بدقة في بلادنا والحمد لله في هذه الأمور. فميزانية الثقافة تبقى على الثقافة عادي، يعني ما دخل ميزانية قطاع في قطاع آخر، هذه واحدة. وعلى بالك باللي ميزانية الثقافة في السنوات الأخيرة تراعي الظرف العام اللي تمر به بلادنا، ويجب أن نتفهم جميعا أنه هذا ظرف، لأنه بصح الدولة هي التي ترعى الثقافة في الدول، حتى في الدول الكبيرة الدولة هي التي ترعى الثقافة مع مساهمة للقطاع الخاص. وهنا نفتح قوس.